السلام عليكم جميعا. أنا اسمي محمد أمين مراد، استشاري جراحة تجميل. حنتكلم اليوم عن ترميم الثدي بعد عمليات الاستئصال. Is this live? Yes. Okay. Sorry, بس عشان كنت أضبط الكاميرا. فكثير من الأخبار عن سرطان الثدي محبط وسلبي، ولكن الترميم من الأمور الإيجابية اللي يتطلع لها المريض بعد عمليات الاستئصال. فنتكلم أول شيء عن فوائد إعادة بناء الثدي. أهم شيء هو تحسين النفسية وزيادة الثقة بالنفس. والأمر الثاني هو الحفاظ على المظهر الأنثوي، وأخيراً التماثل بين الثديين، خاصة إذا كان السرطان في طرف واحد. طيب، لمين تصلح العملية؟ العملية تصلح لأي امرأة تعرضت لاستئصال في السابق ولم يتم ترميم الثدي، كمان تصلح لأي امرأة شخصت بالمرض وما أجرت العملية حقت الاستئصال لسه، فنقوم بالاستئصال والترميم في نفس الوقت. أما الحالة الثالثة فهي أي امرأة يوجد لها تاريخ في العائلة شديد وتم تحديد استئصال وقائي للتخفيف من الإصابة بالمرض. فنجي لطرق ترميم الثدي. هناك طريقتين شائعة جدا. الأولى هي باستخدام أنسجة من جسم المريض نفسه، والثانية باستخدام حشوات السيليكون. فحنتكلم على كل واحدة على حدة، وبعدين ممكن ندخل في التفاصيل إذا حبيت. فبالنسبة للترميم الثدي بالأنسجة من نفس جسم المريضة، فمن أفضل الطرق هي استخدام أنسجة البطن لترميم الثدي. هي عملية كثيرة شوية، حوالي 3 إلى 4 ساعات، عادة ما تكون مؤجلة بعد عملية الاستئصال ب6 إلى 7 أشهر. وفائدتها أن المريضة حتأخذ عملية شد بطن مع العملية الترميم، وأنها ما تحتاج لعمليات ثانية في المستقبل. بس إذا عندنا مشكلة في أنسجة البطن، سواء جروح سابقة أو كانت الأنسجة غير كافية، فممكن نستخدم عضلة من الظهر وجلد من الظهر. بس الفرق أنتم عارفين بين عضلة الظهر وعضلة البطن هو الحجم وسماكة الجلد الموجود. فبالنسبة للظهر حيكون رقيق جدا ولا يمكن معادلته بالبطن. فلذلك نقوم باستخدام حشوة سيليكون تحت جلد الظهر. فيسأل الناس ليش إذا حنستخدم حشوة سيليكون ليش نأخذ عملية من الظهر؟ العملية من الظهر أضفناها لإضافة جلد، لأنه الجلد ناقص في المنطقة. نجي للطريقة الثانية من الترميم، وهو باستخدام الحشوات السيليكون. ففي هذه الطريقة نقوم بوضع أول شيء بالون أو ممدد للجلد تحت الجرح الثدي السابق، ونقوم بتمديد الجلد على مراحل. كل أسبوع إلى أسبوعين تيجي المريضة للعيادة، ونقوم بحقن سوائل في البالون أو ممدد الجلد، ويتم تمديده لاستقبال الحشوة النهائية، حشوة السيليكون، في آخر مرحلة. فنجي للمرحلة الأخيرة، وتستغرق حوالي ساعة. بعد 6 شهور أو سنة من العملية الأولى نقوم بإزالة البالون ووضع الحشوة النهائية للسيليكون، وممكن إضافة تحسينات بسيطة خلال هذه العملية. كده نكون غطينا موضوع ترميم الثدي بالأنسجة العضوية من نفس جسم المريض أو بالحشوات السيليكون. السؤال اللي يطرأ على البال دائما، متى نعمل هذه العمليات؟ طبعا ممكن هذه العمليات تكون فورية في نفس وقت الاستئصال، وعادة ما تكون هذه عمليات السيليكون أكثر. فحاعطيكم مثال في آخر الموضوع. أو تكون مؤجلة بعد ما يخلص المريض من العملية الأساسية ومن الكيماوي أو الإشعاعي إن لزم الأمر. فالمريض حيمر في 3 مراحل. المرحلة الأولى هي إعادة ترميم الثدي وحجمه وتماثله مع الثدي الآخر. المرحلة الثانية تقييم النتيجة وأي إجراءات تصحيحية ووضع اللمسات الأخيرة.
والمرحلة الثالثة هي إعادة ترميم الحلمة والهالة إذا تم استئصالها في أحد المراحل السابقة. المثال الأول، مريضة جتنا بعد ما تم استئصال الثدي، جتنا العيادة بستة أشهر أو فترة أو أكثر، وعندها جرح وما في أي ثدي في المنطقة. فهذه المريضة حنعرض عليها عملية إزاء أخذ دهون وأنسجة من البطن ووصلها إلى الثدي للترميم، وحيكون معها عملية شد بطن. بعد هذه العملية بثلاثة إلى ست أشهر حنعمل لها هالة وحلمة جديدة. نعمل الهالة عادة باستخدام التاتو اللي هو الوشم، والحلمة بأنسجة موضعية. فهذا أول مثال. المثال الثاني هي مريضة شخصت من طبيب جراح الثدي بأنه يجب إزالة الورم، ولكن يمكن إبقاء الجلد والحلمة والهالة. فهذه المريضة نأخذها لغرفة العمليات بعد استئصال الثدي من جراح الثدي. في نفس العملية نقوم بترميم الثدي بوضع حشوة سيليكون دائمة إذا ما احتاجت إشعاعي أو كيماوي بعد العملية هذه. فبهذه الطريقة تكون المريضة دخلت للعمليات وتم استئصال الورم، وبنفس الوقت تم الترميم فطلعت من العملية بدون ورم وبثدي جديد ورجعت لأنوثتها وطبيعتها اللي كانت قبل العمليات بإذن الله. كده نكون خلصنا الحديث عن الموضوع. ما هي مميزات وعيوب كل خيار؟ بالنسبة للمميزات، عملية الأنسجة الطبيعية أنها أنسجة طبيعية، ما في جسم غريب عن الإنسان. أما عيوب العملية اللي من أنسجة أنسجة المريض فهي طول العملية المبدئية وزيادة نسبة خطورتها بعض الشيء. أما بالنسبة للترميم بالسيليكون فندخل في مواضيع أنه جسم غريب وممكن يصير فيها التهابات، بس ولكن العملية أبسط بكثير، تستغرق ساعة أولى وساعة بعد تمديد الجلد. السؤال الثاني، ما هي هل عمليات تجميل الثدي تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي؟ أبداً، إحنا جبنا أنسجة جديدة أو استخدمنا حشوات من خارج الجسم، فهذه الحشوات وهذه الأنسجة ما لها أي علاقة بالسرطان السابق اللي موجود في الثدي اللي تم استئصاله تماماً إن شاء الله. هل السيليكون يصعب اكتشاف الأمراض؟ لا، في الماضي كان ممكن يكون في مشكلة في هذا الموضوع، أما في التقنية الحديثة المفروض موجودة في كل العالم اللي هي اسمها طريقة الإزاحة، يقوم أخصائي الأشعة بإزاحة الثدي عن الحشوة وفحص الثدي مستقل عن الحشوة. وهذه طبعا نتكلم على بعد عمليات تجميل الثدي وليس الترميم. في أسئلة أخرى كمان، ما هو الفحص المبكر؟ الفحص المبكر هيتكلموا أكثر عنه أطباء الطب العام وجراح الثدي، ولكن كل شهر في عمر معين لازم تبدأ المريضة تفحص نفسها بنفسها، وإذا احتاجت أو عندها مرض في العائلة تحتاج إلى عمل أشعاعات مستمرة كل سنة للفحص. هل تفقد السيدة الإحساس بعد عمليات الترميم؟ نعم، تفقد الإحساس في المنطقة، سواء إذا كانت الحلمة موجودة أو إذا كانت حلمة اصطناعية، فالإحساس في المنطقة حيكون مختلف، حيكون إحساس جلد وليس إحساس اللي موجود في الثدي والحلمة قبل العملية. هل تستطيع الإرضاع بعد عملية الاستئصال والتجميل؟ لا، لأنه الغدة اللي فيها الحليب وفيها الإرضاع هتكون انزالت تماماً مع إزالة الأورام. طبعاً إذا كان ورم بسيط وجزئي وتم إزالته طبعاً ممكن تحس بعدها وممكن ترضع بعدها، ما في مشكلة، بس هذا خارج عن موضوع اليوم. هل السيليكون ينفجر في الطائرة مع الضغط؟ سؤال مضحك وكثر الكلام فيه. حصلت حالة في السابق من زمان جداً، مريضة وضعت حشوات سيليكون للتجميل، بس كانت حشوات غير أصلية، كانت مزورة، كانت عبارة عن بالون سيليكون وفي سوائل، وللأسف كان في فقاعات هوائية داخل البالون. فهذه المريضة لما طلعت في الطيارة تم انتفاخ البالون الموجود داخل،
وصار يألمها بس ما صار انفجار ولا صار مشكلة. والحشوات الجديدة ما فيها أي خطورة، ممكن تسافر المريضة بعد عملية التجميل أو الترميم بيوم أو يومين متى ما صار عندها الاستشفاء. هل تكبير الصدر يسبب سرطان الثدي؟ لا، تكبير الصدر لا يسبب سرطان الثدي وليس له علاقة بسرطان الثدي البتة. وكذا نكون خلصنا لقاءنا اليوم معكم، وشكرا على استضافتكم.